سأخذكم إلى النجف حيث مقبرة وادي السلام، وهناك حدث قطع أو شق لأحد الشوارع داخل المقبرة. بعض مرتدي مواقع التواصل قال إن من يشتغلون بدفن الموتى فعلوا ذلك ليكسبوا المزيد من المساحة ويبيعوها للراغبين بدفن موتاهم في المقبرة. على شارع بالمقبرة، شارع عام بانينا، استوهم بانينا بعد أخضر سادينا أهل المقابر ذول أهل الدفانة، هو المحافظ سويد لأي سادينا شارع استوهم صابينا بكيفهم. يعني معقولة سيد لؤي يطي الشارع وزعه؟ تفضلوا غاتي، تفضلوا بعد روح هذا الشارع احنا ولا هذا الشارع وهاي المقبرة من هنا ومن هنا. هذا الشارع طالع قبال الربط بذاك التبجد زين، وهذا الدفان موجود يقول عمي اشتغلوا وحدهم. الله أكبر، حتى المقبرة ما خالصة ما عندكم، شنو هالمصيبة هاي علي بن أبي طالب؟ مبلغاتي الناشد المحافظ